واحد. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرياض الدكتور حسين الغنام، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. دكتور حسين، مرحبا بك، مساء الخير. مساء النور، يا أهلا وسهلا. أهلين دكتور حسين. بداية، ما أهمية الخطوة التي تقدمتم بها من خلال الاستحواذ على هذه الشركة الأيرلندية التي تهتم بتطوير منتجات أو أدوية لمرض السرطان؟ الحقيقة بالنسبة لشركة بيماكو الدوائية، في إطار الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة، وجدت انه هذا الجانب المهم والحد بالنسبه لقطاع الادويه الاورام الخبيثه ينتشر بشكل كبير جدا، فوجدت انه من المناسب الدخول فيها اما مباشره من خلال التصنيع المحلي او بشراكه استراتيجيه. فوجدنا انه من الافضل والاجدى ان تكون هناك شراكه استراتيجيه مع شركات عالميه حتى تكون جسر عبور الى دول اوروبا وامريكا. وكما تعلم يا اخي الكريم، فإنه الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الرقم الأول في استهلاك الأدوية الأورام الخبيثة والعياذ بالله، وكذلك أوروبا ثم اليابان. وحيث أن شركة إيرجن هي الحقيقة من الشركات الناشئة، وكان بالإمكان خلال الفترة الماضية الوصول إلى تحالف استراتيجي مع هذه الشركة لقدرتها على التطوير، طبعا تطوير منتجات قائمة يسمونها بالأدوية الجنيسة أو الجينريك التي تماثل الأدوية المبتكرة، واستطاعت من خلالها الوصول إلى يعني أدق معايير الجودة، واستطاعت أيضا تسجيل منتجاتها في السلطات الصحية الأوروبية وكذلك هيئة الدواء والغذاء الأمريكية. ومؤخرا في بداية هذا العام تمكنت أيضا من تسجيل منتجاتها في اليابان. فهذه الثلاث المحاور الرئيسية وثلاث الدول التي تستهلك أكبر كمية ممكنة من هذه الأدوية لانتشار الأمراض السرطانية في أشكالها المتعددة، تدعو فعلا الدوائية لأن تكون يعني أحد الرواج هذا المجال من خلال تحالف استراتيجي، وكما هو شأن الدوائية في معظم تحالفات من خلال تحالف الاستراتيجي في أدوية أخرى كأندر لايسنس بالترخيص أو التعاقد التسويق يعني المشترك، ولكن في هذه الجزئية لأن هذه أدوية حساسة وهامة. لكن دكتور، تقنيات عالية. لكن دكتور بالنسبة للولوج إلى السوق الأمريكي والياباني وكذلك السوق الأوروبي في ظل وجود منافسة لعمالقة في الصناعة الدوائية، ما هي الاستراتيجية التي ستنتهجها الدوائية لإيجاد موطئ قدم لها في هذه الأسواق الكبيرة؟ كلامك صحيح، ولهذا نحن ننظر إلى هذه الأسواق من خلال شركة إيرجن التي نحن نستحوذ على 48% منها. لا يمكن لن تخترق هذه الأسواق بهذه الأدوية مباشرة إلا من خلال الشريك الأوروبي، والشريك الأوروبي أساسا معتمد وله ومصرح له بالتسويق في هذه الدول لعدد الآن محدود من المنتجات. وأعتقد أن المبالغ التي دفعتها الدوائية هذه سوف تساهم بشكل كبير في التوسع والتطوير للوصول إلى منتجات أيضا إضافية. في الولايات المتحدة الأمريكية سجل أكثر من ثلاثة منتجات، في اليابان مؤخرا سجل يمكن منتجين، وفي أربعة اثنين في الطريق، في كندا نفس الشيء. بالتالي احنا يعني نتوقع ان شاء الله من خلال هذه الشركه الاوروبيه، ليست الدوائيه مباشره، الدوائيه هي شريك في هذه الشركه لشركه إيرجن. لكن بالنسبه لمنتجات الدوائيه الاخرى التي اشرت اليها قبل قليل، هل ستعمدون الى تسويقها في هذه الاسواق الامريكيه والاوروبيه واليابانيه من خلال إيرجن؟ الحلوات الاستراتيجيه في غير هذه الادويه، فالاسواق بالنسبه للدوائيه محدوده في منطقه الشرق الاوسط. طبعا هذه بالنسبة لنا ليست يعني بجديدة، احنا عندنا اكثر من 15 اتفاقية ترخيص مع شركات عالمية، ونعمل من خلالها على التسويق في المملكة وفي دول الخليج، وبعض الشركات اعطتنا مساحات جغرافية اوسع في المنطقة شمال افريقيا في المغرب والجزائر وتونس وخلافها.
لكن فيما يتعلق بهذا الأدوية وهو موضوع الحادث الآن، هذه أدوية حساسة جدا سوف تقوم. وبالنسبة للتسويق في المنطقة العربية في المملكة وفي الجزيرة العربية في المنطقة الشرق الأوسط. نعم، هذه النقطة التي كنت تقوم في المقابل. نعم. تفضل. هذه النقطة التي كنت أريد أن أقف عندها، وهي إن كنتم ستعمدون إلى تسويق هذه المنتجات في المنطقة العربية، وقد أجبتني عن هذا السؤال دكتور حسين الغنام. نعم. رئيس تنفيذي لشركة السعودية للصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية، تحدث إلينا عبر الهاتف مباشرة من الرياض. شكرا جزيلا لك وطاب يومك. أذكركم مشاهدينا في الختام بما يدور في السوق السعودي من ارتفاعات تصل إلى حدود 87 نقطة مكاسب ب 21%، وارتفاعات إلى 7628 نقطة للمؤشر العام للسوق السعودي بمشاركة قطاع البنوك وقطاع الصناعة البتروكيماوية في هذه الارتفاعات التي تجعل من تداولات اليوم علامة فارقة كذلك في أداء السوق. أشكركم مشاهدينا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.